اهلا بيكم حبايبنا واخواتنا متابعين قناة سمكاتو. النهاردة عندنا حلقة مهمة جدا جدا عن تفريخ الفايتر مع باشمهندس محمد هشام. هو اول مرة ينور معانا القناة، وان شاء الله هتتبسطوا معانا بالحلقة ديت. حلقة مهمة جدا جدا، كان في ناس قبل كده كانت عايزة حلقة عن التفريخ الفايتر. النهاردة معانا باشمهندس محمد هشام، هيتكلم معانا بقى عن تفريخ الفايتر من اول الالف للياء، وان شاء الله في حلقات اكتر واكتر. احنا كنا نزلنا شورتس عن الاسماك اللي متوفرة عنده مستويات ممتازة، فان شاء الله هتتبسطوا بحلقة. ومعانا بقى باشمهندس كده يقول لنا كلمتين. اولا الشرف لينا حضرتك، انت بصراحة نورتنا، الله يخليك. وبإذن الله هنقدم معلومات قيمة بإذن الله تفيد الجميع حصريا على قناة سمكات. يلا بينا يلا بينا. دلوقتي هنبدأ. أول حاجة عشان تتم عملية التفريخ، أول حاجة لازم تعملها مش لتفريخ الفايتر بس، لأي سمكة من الأسماك، إن أنت لازم تجهز الحوض بتاعك. دلوقتي باشمهندس محمد هيخش بقى ويتكلم معانا إيه اللي إحنا محتاجينه في الحوض بتاعنا. طيب خلينا نكون متفقين كده على حاجة، إن الحوض دايما ده أساس نجاح 50% من نجاح العملية بتاعة التزاوج. تجهيز الحوض بشكل يعني يوافق المتطلبات بتاعة التفريخ. طيب احنا بنجهز الحوض على أي أساس؟ بنشوف إن بيئة الفايتر أصلا في الطبيعي هي بتكون إيه المتاح فيها أو إيه اللي موجود فيها. طيب اول حاجه احنا دايما بنبص عليها، خلينا نتكلم عن الاول عن مساحه الحوض. المساحه او حجم الحوض يعني المناسب بيبقى حوض 30 في ارتفاع 15، كويس عشان نخلي ارتفاع الميه في رينج ال 10 10 ل 12 سنتي، كويس جدا عشان الدكر ما يعرفش يعني ما يتعبش في يبذل مجهود طالع نازل وهو بيلم البيض. واخر حاجه العرض ممكن يكون في رينج ما بين 15 ل 20، كويس مناسب جدا يعني. طيب ده بالنسبه لحجم الحوض. المتطلبات التانية طبعا سخان مهم جدا، درجة الحرارة تكون في رينج من 27 ل 28، ده شيء مفروغ منه خالص، ما يعني لازم درجة الحرارة، محدش يجي يقول لي احنا عادي جربت قبل كده وفرخت وما كانش فيه سخان، لا لازم سخان. كمان حاجة ورق اللوز، طبعا ده انتي يعني انتي بكتيريال وانتي فانجس تلقائي لوحده يعني طبيعي. طيب احنا ممكن نستخدم حاجات تانية، يعني في حاجات بتتباع في محلات الحيوانات والكلام دوت اللي هو تبقى حاجات انتي فانجس تبع سيرا تبع شركات تانية، يعني كله بيبقى شغال، اظن ان هو كله بيبقى تمام. ممكن نستخدم كمان حاجة اللي هو زي ورق الموز. ورق الموز بيدي الانطباع اللي هو بيدي بيخلي المية لونها بيعمل اللي هو الدارك ووتر، تمام. طبعا ده الناس اللي بتعمله ورقه اللوز، بس الفكره كلها ان اللطيف يعني في ورقه اللوز ان هي بتقعد مده اطول على وش الميه، فبتبقى كويسه جدا ان الدكر يبني عليها عش، دي معلومة جديدة بالنسبة لي. تمام. فدي بتبقى حاجه كويسه جدا يعني. انا عامه باجي اقول احنا عندنا هنا ميزه في مصر ان الموز، شجر الموز موجود في كل مكان، عدي عند اي شجره طالع لك ورقه نشفها وشكرا، بس استخدمها تستخدمها مده طويله قوي يعني. ممكن طبعا نستخدم حاجات تانية اللي هو النايلون البابلز دوت، كويس جدا ان هو برضه عشان الدكر يبني عليه عشاش وكده. كمان حاجة لازم نحطها وبتبقى كويسة جدا، دي المعلومة دي انا بصراحة عرفتها من استاذ كمال النمر، يعني ربنا يا رب استاذنا معلمنا طبعا، راجل ما محترم نقدرش جدا، ننكر. قال لي لازم تحط ملح، تمام. انا صراحه انا كنت مستغرب في الاول لان الطبيعي يعني ان الميه بتاعه الفايتر اللي احنا ما يعزب. ميه عذبه يعني، مش بنحط حتى برضه كميه كبيره، احنا على 5 لتر تقريبا بنحط حاجه زي نص معلقه ملح. عامه انا بستخدم ملح الطعام، ملح الطعام العادي او تجيبه اللي هو الخشن عادي، مش هتفرق كتير يعني. طيب المعيار بتاعنا احنا، انت بتشوف الحوض تقريبا كام لتر وبتحط المعيار على اساسه. الملح ده فايدته ايه؟ ان هو بيخلي البيض اول حاجه بيخلي كثافه الميه، بيغير كثافه الميه، فبيخلي ان البيض ما يغرقش مهما كان البيض، حتى لو فسد بيفضل برضه على وش الميه وما بيغرقش، دي ميزه. كمان حاجه ان هو بيخلي العصاره اللي موجوده في ورق اللوز او ورق الموز تطلع في الميه، ودي كان دي حاجه كويسه جدا برضه، ايه يعني مفيده جدا بالنسبه لنا يعني. طيب إيه، انا اظن ان احنا ده احنا كده إيه بشكل عام احنا كده جهزنا الحوض. جهزنا الحوض، تمام. تمام. ننتقل بقى إلى السؤال الثاني. السؤال الثاني اللي احنا قلنا عليه ان هو انا عشان ابتدي افرغ فايتر لازم اقدر
اختار دكر كويس وانتايه تكون مناسبه معاه عشان في الاخر تطلع حاجه كويسه، صح كده؟ بالظبط. طيب هنفهم بقى القصه دي. طيب بالنسبه للاختيار بتاع الذكر والانثى، خلينا الاول نتكلم عن الذكر، لان الاحتماليه دايما بتاعه اختيار الذكر هي اللي بتخلي النجاح عمليه التفريخ بنسبه حاجه زي 60%. تمام، الذكر يعني من الاخر هو اللي عليه الشغل كله. طيب انا بختار الذكر ازاي؟ احنا في حاجات او مواصفات احنا بنختارها بالنسبه للذكر قبل ما احنا نستخدمه، يعني واحنا في المحل لسه بننقي الدكان، وبعد ما نقعده عندنا شويه بنلاحظ شويه مواصفات تانية فعلا هتخليني ان اقبل الدكر ده او ما اقبلش الدكر ده في عمليه، يعني بالوايم كده ان انا هيشتغل عندي ولا لا. تمام. طيب المواصفات ديت احنا لو مشينا عليها تقريبا بنسبه عمليه التفريغ بتبقى فرنج من 85 ل 90% نجاح. تمام، طيب هنعمل ايه؟ اول حاجه الدكر واحنا بننقيه ذكر يكون جسمه سلس مش بكرش، ده حاجه مفروغ منها، الذكر ما يكونش مليان. تمام، ان الذكر يكون زعانفه كامله، ما عندوش مثلا زعانف قصيره ولا حاجه. انا بتكلم مثلا على البلاكت، خلينا نتكلم مثلا على مثال كالبلاكت، الزعانف بتاعته تكون كامله، كانت بقى الصدريه والبطنيه والزعانف اللي في الجنب والزعانف بتاعه الظهر والديل كله اطواله مناسبه. طبعا احنا ممكن نتكلم شويه عن الموضوع دوت، ان تقريبا الديل تقريبا في متوسط 30% من طول السمكه نفسها. ده المثالي، ده احنا كده بنتكلم عن السمكه المثاليه. ايه فوق وتحت بالنسبه لطول الجسم تقريبا فرنج 25% فرنج ده تقريبا. طيب ايه ما يكونش عنده حاجه اسمها دولفين هيد او الهامب، الهامب اللي موجوده في راسه دي عباره عن ايه؟ تبقى للاسف بتتكون نتيجه جين، طبعا السمكه فيها لعب في الجين كتير، فبتلاقي عادي جدا ان يحصل بيها فيها طفرات او بيحصل في اختلال في الجين، فبتلاقي ان هو طالع له زي الكسره في الراس دي نتيجه ايه؟ بتبقى نتيجه بقى ان هو مثلا زي ما احنا اتكلمنا جين، وممكن عشان لو هو متربي في مكان ضيق فبتلاقي ان الهم بتفضل عيط له جدا. طيب ده غير البهتان اللي هو ممكن تيجي تلاقي السمك عندها زي بهتان في جسمها. عامة البهتان دوت أصلا بيكون ناتج عن إيه؟ ممكن ليه حاجات كتير، ممكن يبقى سبب بكتيري، ممكن يبقى سبب فطري، ممكن يبقى سبب يعني ممكن حاجات تانية نوعا ما بتبقى في المية نفسها. خليها هنبعد عن الموضوع دوت بس ونرجع تاني للاختيار بتاع الذكر. تمام. تمام، طيب الذكر أنا برضه بختاره على أي أساس؟ بعيدا بقى إحنا خلاص اتكلمنا عن الزعانف والأطوال بتاعتها والكلام ده، اللون لازم يكون الذكر لونه زاهي، لو الذكر لونه مش زاهي النتاية مش هتقبله. إيه لازم طبعا اللون بيوضح صحه السمكه عامله ازاي. أكيد. تمام، فاحنا احنا اول ما بنيجي نختار ان الذكر نلاقي ان لونه زاهي ده بمؤشر بسم الله الرحمن الرحيم كده احنا خلاص ده احتماليه ان انا اختاره 50%. بعدين ببتدي ابص على الحاجات التانيه، من وانا شايف ان الذكر بشوفه بيتحرك نشيط طبعا ده بيأهل كمان ان الذكر ان انا اختاره. طيب دي الحاجات اللي انا بختار على اساسها وانا في المحل، خلاص لسه بشوف قدامي مجموعه ببتدي انقي منهم. تمام، حاجه كمان طيب انا دلوقتي خلاص اخدت الذكر واخدته عندي البيت، وهبتدي مثلا بقعده عندي بريحه عندي مثلا 5 6 ايام اسبوع، باكله طبعا بتغذيه كويسه والكلام دوت، اختاره ازاي بقى؟ اختاره او اجي اقول ان الذكر دوت ده ينفع ولا لا؟ في اغلب الوقت الذكر اللي بيبني عش ده مؤشر جميل جدا ان هو الذكر ده فعلا اللي هو لسه وهو في فتره قبل ما انت تحط اللي انت ولا كده، ده مؤشر ان هو الذكر ده كويس ان هو بيبني شغال يعني شغال شغال. بيبني عشاش، بس ده مش شرط، لكل قاعده في شواذ دايما. ايوه فيعني احنا بنتكلم كمؤشرات لسه. طيب حاجه كمان السلوك دايما بتاع الذكر، الاجريشن، لو الذكر عنده اجريشن عالي قوي ما بيبقاش كويس، لو الذكر اجريسيف يعني بتلاقيه بقى لو حطيت له انتايه بيفضل بقى شرس بيفضل ينتف فيها والكلام ده، الذكر ده بيبقى في معظم الوقت مش كويس للتفريخ. ليه؟ لان هو النتايه بتبقى محطوطه معاه هو بيضربها فتخاف منه فما عادتش تيجي ناحيته فما تفرخش وهكذا. تمام؟ مع كده برضه لسه في شواذ زي ما احنا بنتكلم في الموضوع دوت، ايه هي؟ ان الذكر في نتي ما بتجيش غير ان هي تتضرب عشان تيجي. والله انا ان هي بتتضرب لازم عشان خاطر ان هي كده تتزوج. هتسمع سمعة النتي. تمام؟ هنسوق طيب سمعتهم. تمام، بالنسبة كمان حاجة كمان لازم احنا بنشوفها، لازم الذكر بيعرف يعمل عملية رقصة التزاوج. احنا طبعا انت مش هتاخد بالك منها الا ما تجرب الذكر.
انت بتحط الدكه قدام، بتحط الدكه والنتايه مع بعض مثلا في المكان بتاع التفريخ او حوض التفريخ، بتلاقي ان الدكه بيبتدي مش بقى يروح عندها، لا بيبتدي يفرد نسله وبيعمل الرقصه اللي هي بيتميل يمين ويشمال ديت، وهو فارد العنف كلها دي، بتخلق دي كده الدكه النتايه مجرد ما بتشوفه خلاص اعجبت بيه وغرمت بيه، اتشوقت له بس خلاص اتشوقت له. كده تمام جميل. الحاجات دهيت بنسبة 80 ل 90% تخلي الاختيار بتاعي صالح فعلا بنسبة 80% ل 90% ان الذكر ده فعلا تمام. طيب هننتقل بقى على الحاجة التانية اللي هي الأنثى. طيب الأنثى أنا هختار على أي أساس؟ أول حاجة إن يعني للأسف في ناس بتيجي تبص على إيه ده النتاية دي بطنها كبيرة كده، يبقى النتاية دي إيه؟ حلوة دي مليانة بيض. ايوه لا للأسف أحب أقول لك إن ده حاجة لا غلط، النتاية اللي هي المبقلظه دي مش كويسه ابدا في التزاوج. ليه؟ يفضل دايما النتايه يكون جسمها اسطواني عشان الذكر يعرف اصلا بيلف حواليها عشان يعصرها عشان ينزل منها البيض. طب هي لو مبقلظه قوي كده مش هيعرف يلف حواليها اصلا، حتى لو هي يعني في مرات انا بحط مثلا، بالنسبه لي انا بحط مثلا نتايه الذكر مثلا مره ونص حجم الانثى عشان خاطر النتايه دي مبقلظه شويه، فهو عشان يعرف يلم يعرف عليها. يلم. اما هما الاثنين لو في نفس الحجم مش هيقدر مش هيقدر يعصر. بالظبط، فبضطر دايما ان الانثى يكون اسطوانيه الشكل بطنها مش مليانه قوي. طبعا لازم يكون عندها انبوب بيض، في للاسف يعني بتبقى عيوب يعني خلقيه وكده ان الانثى ما يكونش عندها انبوب بيض، بتبقى يعني عيب كده يعني، فبتبقى فكره انك تفرخها صعب جدا ويكاد مستحيل يعني. وفي حاجة اسمها كمان عايزين نتكلم عليها اسمها الذكر الكذاب او النتاية الكذابة، ده ايه؟ بتبقى نتاية ما بتكونش بيض، وذكر هو نتاية في الاصل بس انت مش واخد بالك. تمام؟ طيب ازاي نفرق النتاية يعني، هو عامة النتاية انت بتعرف تفرقها لو هي كبيرة يعني خلاص بقى، هو زي مثلا لو احنا جينا قلنا عش وفي اخواته وهي مثلا قدهم في العمر واخواتها كلها مكونين بيض وهي لا، اعرف ان دي وهي شكلها فعلا نتايه، دي كده نتايه كذاب، لان هي في مرات ممكن تبقى ذكر بس يعني ايه مش باين. مش باين. طيب ايه هي بقى، ايه هو الذكر الكذاب؟ الذكر الكذاب ده هو عباره عن ذكر لكن عنده عيب خلقي ان هو ما بيتزوجش اصلا، اذا عنفه حتى ما بيعرفش طب يفردها. ده هنقدر نعرفه لحظة التفريخ ولا هنقدر نعرفه امتى؟ ده في اغلب الوقت بيبان لو احنا عندنا عش، لا الكلام دوت مثلا لو انت بتختار لو هو كذاب مش هيبان، مش هيطلع له عش اصلا. مش هيطلع له عش ومش هيطلع له حاجه اصلا. تمام يعني انا لازم اكون واثق ان الدقة ده بيعمل عش اصلا. بالظبط بالظبط، مع ان كده في على فكره حاجه كمان، في نتي بتبني عشاش، بجد؟ ايوه بتبني عشاش فعلا، وبتبني انا شفت بعيني النتايه نفسها بتطلع، يعني بتطلع فقيع بس بنسبه بسيطه مش زي الدقة. بالظبط. طيب طيب دي ده هنعرفها ازاي؟ ده موضوع صعب. ما هو بقى بالخبره، هي بتتاخد بالخبره يعني، انا الواحد يعني بالتجربه عارف حاجات كتير الحمد لله. ف يعني انا بس حاجه بسيطه يعني، النتايه لو انت بتبص عليها من فوق بتلاقي راسها مفلطحه، بقها عريض شويه، عريض شويه مقارنه براسها. الذكر جسم مثلث وخفيف، مش اسطواني، بتلاقيه شبه المثلث، خلينا نقول ان هو شبه مثلث. ده برضو نشرحه واحنا بنعرض السمك برضو عشان خاطر تمام نسهل على المتابع، يقدر يميز، ان مفيش مشكله الكلام النظري ساعات مش هيبقى سهل بالنسبه لي. تمام. طيب احنا كده بالنسبه للذكر والنتايه احنا عرفنا تقريبا نوعا ما. في حاجه كمان عايزين نتكلم عليها بالنسبه للنتايه، تكون الوانها زاهيه، ده طبعا ده حاجه مهمه جدا. وحاجه كمان اخيره، النتايه بتحب نفس يعني لو هي لونها احمر بتحب الذكر لونه احمر في اغلب الوقت. فكره ان انت لما بتيجي تديها مثلا لون ازرق، ذكر لونه ازرق، احتماليه ان هي تقبله او لا 50%، احتماليه ان هي تقبل ذكر تاني لونه احمر زيها 80% تقريبا. تمام انا كان الذكر اللي عندي كان لونه ازرق، واللي كنت جايبه من الاستاذ مصطفى شبانه، تمام وكانت النتايه حمرا، بس عايز اقول لك طلعت يعني حاجات حلوه جدا يعني. طيب ده كويس، انت كده حظك حلو ويعني اهنيك على لا الموضوع ده الصراحه يعني مصطفى شبانه نقل لي جوز صراحه محترمين ما يعني. شاء الله، استاذ مصطفى راجل محترم. اكيد. طيب ده بالنسبه للسؤال ده، هو اظن احنا كده يعني اتكلمنا فيه عن كل حاجه ممكن تتقال فيه.
في حتة الذعر بقى، معلش انا هسأل، يعني انا لما حطيت الدكر ساعتها كان بيذعر على النتاية بطريقة بشعة، لدرجة ان انا كنت كل ما الاقيه بيذعر كده راح شايل الدكر. بس هو بعد يومين لما عملت له جو معتم والكلام دوت ابتدى وفرخ فعلا. بس الذعر ده مقلق ساعات لبعض الناس، وساعات بتلاقي الناس بقى يخاف هيجري يروح شايل الدكر كده زي ما انا عملت. تمام. طيب الموضوع ببساطة شديدة خالص، أنا إزاي أفرغ؟ خلاص أنا نقيت الدكرة والنتاية وجهزت الحوض، أجي أفرغ إزاي؟ طيب ببساطة هنحط الدكرة قدام النتاية قبل ما نحطهم أصلا في حوض التفريغ، بنحطهم قدام بعض يوم. تمام، الدكرة بيكون خلاص استأنس للنتاية، شاف شكلها تمام، والنتاية يعتبر قبلته. ازاي اعرف ان الذكر قبل النتايه او النتايه قبلت الذكر؟ النتايه اول حاجه لازم نكون حاطين النتايه وهي معبيه بيض. إيه، انا كنت قبل كده اتكلمت عن الموضوع ده، هوت ازاي اعرف ان النتايه معبيه بيض؟ النتايه في حاجه اسمها عنقود البيض، عنقود البيض ده بيتكون بعد معده السمكه لحد قبل الديل بشويه، بيبقى شكله مثلث. إيه طبعا عنقود البيض ده هوت ده اللي بيأكد لك ان النتايه خلاص كده جاهزه. طيب هل النتايه بقى قبل الذكر؟ اول احنا بنحطهم قدام بعض النتايه بتكون عايزه تروح للذكر، فده معناها ان هي نسبه 50 ل 60% قبلها خلاص. ال 50% 60% الثانيه او ال 50 او 40% الثانيه هي للذكر. الذكر في اغلب الوقت هو ما بيفرقش معاه النتايه قوي، يعني هي النتايه قدامه خلاص انا ايوه، قول تمام. هو تمام، الرجاله النتايه كلها كده بقى هي اللي بيبقى قدامها الموضوع عندها شويه. مشكله. لازم تمام، يكون جذاب بالنسبه لها. طيب بالنسبه بقى للذكر، يعني بيختار الانثى على اي اساس؟ لو النتاية بتفضل تجري منه هو بيزهق في مرات فبيسيبها، او لو لونها، وده بيبقى يعني الدكاره بتبقى اللي هي يعني ايه، يعني بتبقى يعني خلينا نقول ايه، شايفه نفسها شويه اللي هي ما بتبقاش قبل اي نتاية. يعني انا كان صدفت معايا في مره ان انا بحطيت نت، جربت نتي مع دكر، جربت له 10 نتي، جه في العشره وقبل، حطيت له التسعه اللي قبلهم والوانهم ما شاء الله ما مش عاجبين، فهو سبحان الله بتبقى هو انف شويه. تمام، فخلينا نتكلم طيب عن لو احنا مثلا دلوقتي حاطين الذكر والنتايه، الذكر اتاكد تمام ان هو فعلا تمام، الذكر قبل النتايه دي ولا لا، بيبني عش، وبتلاقيه ان هو كل شويه يروح يقص قدامك كده شويه وبعدين يكمل بناء عش وهكذا. في فتره اليوم دي هو المفترض يكون على الاقل بنى جزء من العش، او مش شايلهم الاثنين بقى وحاططهم مع بعض على طول في حوض التفريخ. وفي مثل كده كنت بقوله دايما، الحوض لبسه علبه كرتونه مثلا او حاجه، ليه؟ عشان خاطر احنا بن 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 العتمه اصلا دي بتخلي 40% مثلا من التفريخ، عمليه التفريخ بتنجح. ويفضل دايما ان ما يكونش في حركه جنب الذكوره بالظبط. الجوز وهم شغالين، لان ابسط حركه بتلاقيه ان هو يعني بيتزاول بقى خلاص. ما سبحان الله، يعني حتى احنا كبني ادمين لو بحرك في جنبك ولا حاجه تبقى مشكله. بالظبط، فيعني ايه، الواحد بيحاول يعدل على قد يعني على قد المستطاع ان انت يكون المكان اللي هو انت بتفرغ فيه هادي. عامه ده كل السمك كده، مش الفايتر بس، والمكان عتمه وبتكون موفر له درجه الحراره زي ما احنا اتكلمنا، والمواصفات بقى بتاعت الايه، الحوض اللي احنا اتكلمنا عليها. طيب ده يعتبر ده كده بالنسبه طيب احنا ممكن نتكلم بقى كمان دلوقتي عن المرحله اللي بعدها. طيب صدفت خلاص ان احنا إيه، الذكر والنتايه نجحوا، انتجوا النتايه خلاص، احنا مجرد ما بنشوف ان البيض اتجمع خلاص فوق، ومش لسه ان هو بيتذكر بيجيبها ناحيه العش عشان يقصرها ولا حاجه، حتى في مرات ممكن ان الذكر يبعدها وهو لسه ما عصرهاش كلها، ده عادي. الذكر ممكن يكون خلاص اكتفى من الجزء اللي هو او ممكن يكون مثلا عصر نص بطنها، ونص البطنها خلاص وبعدها عن العش، يبقى هو خلاص رفضها، احنا بنروح ايه، نشيل النتايه. طيب بنشيل النتايه تقريبا بعد قد ايه؟ المفترض بعد ما هو يبعدها على طول، ما نستناش، لانه هي كل ما هتيجي تقرب من هتاكل العش البيض. هتاكل البيض وهو هيضربها، فانا اخليها تعمل، اخليها ليه؟ ما ايوه ملهاش لازمه. فيفضل دايما الحركه التركيه بقى اللي الناس مرات ما بتاخدش بالها منها قوي، شيل النتايه حطها لدكره تاني على طول كده، النتايه جاهزه جدا وهي متزوجه ولسه عايزه تكمل تزاوج، حطها لدكره تاني ده لو هيبقى هي لسه عندها حبة بيض في بطنها. بالظبط. تمام، انا في مرات يعني في صدفه في مرات برضو ان انا عندي نتي حطيتها لثلاث دكوره عشان يفضوها تماما. تمام، طلعوا كميه قد ايه؟ طلعوا كميه البيض كلها اللي في بطنها، ما شاء الله ما شاء ما شاء الله. الله. تمام،
طيب دي كده تركية الناس بتعملها، ودي بتأكد لك بقى خلاص ان النتايه طول ما هي خلاص تزوجت بيبقى الموضوع سلس انك تعرف تنتج منها تاني. بتبقى الذكر والنتايه اللي بينتجوا دول كنز يعني، خلاص لقيت ان هم توافقوا مع بعض مشي الدنيا معاهم وهم هتلاقيهم بينتجوا. مش شرط لكل قاعده شواذ، ممكن ان الجوز ده هم تنتجوا مره الذكر او النتايه ما يعجبوش بعض بعد كده عادي خالص. طيب حاجه كمان بالنسبه، طيب انا عندي دلوقتي العش، يعني هعمل ايه بقى؟ يعني الذكر خلاص لم البيض وحطه في العش، انا اعمل ايه؟ بشيك على البيض كل 24 ساعه، حتى والذكر والنتايه كانوا هم كانوا مع بعض انا بشيك عليهم كل 24 ساعه. في النص لا، ما تشيكش في النص، اربعه سيبهم يوم كامل عشان ياخدوا راحتهم. ويعني لما بيقول لك بقى مش تفضل كل شويه تشيك، هتلاقي ان الموضوع بايظ، مش يعني ما منهاش فايده يعني. أكيد. طيب خلاص الذكر تمام وبنى العش وحط البيض فيه والدنيا تمام، هشيك بعد 24 ساعه، 48 ساعه، 72 ساعه، في اغلب الوقت البيض بيفقس، بيكون فقس تماما بعد 72 ساعه، يعني 3 أيام. فرنج من يومين لثلاثه، فرنج ده كده تمام. هل ده معناه ان انا هشيل الذكر؟ لا، مش معناه ان انا هشيل الذكر، دي معلومه تانية محدش بيتكلم فيها عنها ده خالص. بعد ما البيض يفقس بعد ما البيض يفقس وافضل سايب الذكر سيب ومش الذكر، هياكلهم ولا مش يعمل حاجه. هياكلهم، مش هياكلهم. دي معلومه جديده برضه. تمام، ليه بنسيب الذكر؟ عشان الحاجه ما اتخصبتش يعني ولا ايه؟ لا لا، هو ما دام ما اتخصبتش يبقى هي البيضه دي خلاص باظت باظ. تمام. طيب انا ليه اصلا بسيب الذكر مع العيال؟ العيال لسه ما بتعرفش تسبح سباحه حره فهتغرق، هو كل شويه بيروح يلمهم ويعمل لهم عش جديد تمام. انا عندي لحد دلوقتي في مرات بتسيب الذكر مع العيال اسبوع صايم، صايم عادي خالص، الذكر ممكن يقعد صايم معاك حتى ممكن يوصل لحد 15 يوم عادي خالص، ما تقلقش وما تجيش تقول الذكر ده هيجوع وياكله، لا هو سبحان الله ربنا بيبقى مديله كده الصبر اللي هو يحافظ على العيال. طبعا لكل قاعده شواذ، ممكن ذكر يبقى ايج ايتر او فراي ايتر، يعني ايه؟ يعني ان هو ممكن ياكل العيال، في فعلا ذكور بتاكل العيال، ده في اغلب الوقت بيبقى ايه؟ عشان ما نظلمش الذكر، في مرات بيبقى لسه اول مره يفرخ وعايز يجمع العيال وهو ما بيعرفش، يعني لسه بيجمعهم ومش ما عندوش خبره فبيبلعهم بالغلط. انا اعرف امتى فعلا ان الذكر دوت بياكل العيال؟ هتلاقي ان العيال اتنسفت في نفس اليوم كلهم راحوا، اما لو هما بتلاقيهم بينقصوا واحده واحده كده وهو يعني ايه بيحاول يبني عش وما ادركش ايه ويجمعهم كل شويه في العش بيبقى بيلحهم بالغلط. ففي اغلب الوقت لسه ده ذكر، تعرف ان ده ذكر مبتدئ لسه ما عندوش الخبره قوي ان هو يحافظ على العيال. طيب بالنسبه لي خلاص انا عندي تمام، قعدت الذكر وقعد رعاهم لحد ما هما خلاص بقوا بيعرفوا يعوموا ويسبحوا سباحه حره، انا المفترض ان انا اعمل ايه؟ طيب العيال الصغيره ديت المفترض بتاكل، هتبتدي تاكل بس بعد قد ايه او امتى؟ المفترض ان هم في اول 3 ايام بيبقى عندهم حاجه كده اسمها كيس المح. كيس المح ده عباره عن ايه؟ يعني حاجه كده بتبقى لازقه في معدتهم او تبع معدتهم، ان هي بتديهم الغذاء لمده تقريبا 3 ايام، فرنج ده تقريبا يعني كمتوسط، في مرات بتبقى حاجات عشان فأسة متاخر فهي ممكن تقعد اكتر. طيب فاحنا هنبتدي احنا بنجهز ايه او احنا بناكلهم ايه؟ في حاجات احنا بناكلها عادي خالص اللي هي زي الانفلتوريا مثلا، في حاجات الانفلتوريا دي احنا بنعملها ازاي؟ خلينا نتكلم مثلا عن الانفلتوريا. الانفلتوريا ديت احسن يعتبر اكل مثلا للعيال الصغيره في عمر 3 ايام لحد مثلا 5 ايام، اول يومين او خلينا نقول 3 ايام. بنعملها ازاي؟ انا عن نفسي انا بعملها بالسبلورينا، بقوم جايب السبلورينا وحاططها في ميه ومشغل عليها موتور الهواء وهو يفضل يقلب فيها كده، مجرد يومين بلاقيها طلعت في الكونتينر ده او الحاجه اللي انا حاطط يبقى فيها. احنا لازم كده نجرب يا جماعه، كده لازم هنجربها ونعملها لكم ان شاء الله باذن الله حلقه كمان. باذن الله. في ناس بقى بتعمل ايه؟ بتقوم جايبه خضار ميه مغليه في علبه مثلا، وخضار تقوم حاطاه فيها وتقوم حاطاها قريبه من اشعه الشمس بس مش مباشر، وبعد يومين ثلاثة بتبتدي تتكون منها، خلينا نقول حتى أسبوع عشان يعني يكون تكون كمية كويسة، بتتكون كائنات دقيقة جدا أنت محتاج إنك يعني إيه تنقع عينك فيها قوي عشان خاطر تشوفها يعني. طيب ده بالنسبة للإنفلتوريا. وفي الدفنية طبعا بقى، تعليم الدفنية. كمال أستاذ كمال، الدفنية طبعا يعني سهلة نوعا ما وسلسة في الاستخدام. إن أنا أعمل إيه؟ إن أنا بمجرد ما بشيلهم بحطهم على طول، وهي الصغيرين بياكلوهم والكبير الكبار بياكلوهم وخلاص على كده.
فكرة ان الدفنية بس بتبقى موجودة ان انت ما بتشيلش همك قوي انك تفضل تأكل ما تأكلش. هو الفكرة كلها ان انت مثلا في اخر اليوم جيت بصيت الدفنية خلصت، ممكن ازود ما خلصتش خليهم هما كده كده ده بيزيدوا. زي الحوض اللي احنا شفناه عند الاستاذ كمال، كان حاطط الزريعه معاها الدافنيه، كانت حاجه جميله ما شاء الله يعني. بالظبط. طيب ماشي، احنا دلوقتي عندنا عيال خلاص اكلناهم، هنيجي نقول الفترة الأولانية احنا بنأكل العيال تقريبا كام مرة في اليوم؟ تقريبا في رينج قد ايه؟ يعني غالبا 4 مرات. 4 لـ5 مرات، ده مناسب يعني، مش أقل ومش أكتر. ما نغير ما في حاجة الناس بتغلط فيها دايما، مش بنغير المية للسمك نهائي أول 3 أسابيع، نهائي أول للذريع. 3 أسابيع. ليه؟ انت مجرد ما بتنقط، انت مجرد ما هتنقط اصلا في الحوض، هو بالنسبه له قذائف، دي قذائف بتنزل عليهم، هو هيغرقوا ويموتوا حرفيا. فانت مجرد ما السمكه بتبتدي تمسك نفسها عند تقريبا 2 لـ3 أسابيع، فانت عشان خاطر تبتدي تحافظ على الوضع شويه، انت بتحاول بقى تيجي تعمل ايه؟ بتحط نص كوبايه ميه في اليوم، وبتحاول بعيد يعني، تحاول يعني تخف كده في الزراعه بعيد عن تبعدهم، وتقوم او على الفلتر مثلا لو قلنا حاطط فلتر مثلا هواء خفيف. مثلا بس خلي بالكم يا جماعه ان زراعه الفايتر الهواء لما بيبقى عالي قوي بيبقى متعب جدا بالنسبه لها، فيا ريت تبقى احسن بلاش هواء مع الزريعه في اول كام يوم دول لغايه ما يفضل تشد نفسها. يفضل يفضل بلاش برضه. بلاش يفضل بلاش خالص. ايوه كنت عارف. مواتير الهواء بلاش خالص. ليه؟ بتغرق، بتغرق العيال. طيب طيب بعد كده هنبتدي ناكلهم ايه؟ ارتيميا لطيفه جدا، فيها ملونات محفزات الوان عاليه جدا، بتخلي الالوان بتاعت السمكه تظهر بدري، البروتين بتاعها كويس مش وحش خالص. الدفنية نفس الحكاية، بس فكرة الدفنية ان هي بروتينها اعلى، 75%. بروتين اعلى، بس كل بص هو كل واحد كل حاجة وليها يعني ايه فوائد وفي عيوب. طيب خلينا نتكلم براحة كده عن انا عامة عملتها تجربة يعني. زريعة مسكتهم اكلتهم دود بس، وزريعة اكلتهم دفنية بس، وزريعة اكلتهم ارتيميا بس، لحد ما وصلوا لعمر الشهر. الحاجات اللي اكلتها دود يعني بعد ما مسكوا طبعا نسلموا شويه، ناموا قوي بس الوانهم مش كويسه، الوانهم ضعيفه جدا. تمام. الارتيميا احجامهم كانت وسط يعني، مش كتير مش كبيره قوي، والوانهم وضحت اكتر بدر. الدفنيه الوانهم وضحت اقل سنه، بس احجامهم اكبر شويه من الارتيميا. يعني احنا بقى لو هنيجي نبتدي عشان نحسب، البروتين عالي كأنها كلت بالظبط لحمة زيادة. بالظبط، بس هنيجي بقى نتكلم عن مثلا لو انت بتحسبها كلون، لا ارتيميا احسن في التلوين. فاحنا عايزين دايما نعمل معادله كده، اللي هي انت بتاكل حاجه فيها بروتين كويس وبتلون كويس، امسك الاثنين اللي هما الدافنيا والارتيميا وتوكل على الله. يعني انا هي اكد لك مشكلة الأرتيميا وبالذات في الفترة دي ومن الصيف إن هي ما بقتش متوفرة. للاسف. فهو يعني انا بالنسبه لي البديل الامثل هو الدفن. جميلة جدا، ويعني أظن الأستاذ كمان يعني بيوفرها، بيحاول يوفرها للناس على قد ما يقدر يعني. طيب خلاص أكلنا الأرتيميا كبروا، نعمل إيه بقى؟ هنبتدي على عمر تقريبا من 2 ونص لـ3، لازم تفردهم عن بعض. هفردهم عن بعض إزاي؟ كل سمكة في علبة. شكرا. النتي ممكن تقعدهم مع بعض عادي خالص طول ما هم إخوات. طب العلبة تبقى قد ايه؟ طيب على حسب العدد، احنا دايما بنيجي نحسب ايه يعني. مثلا انا يعني انا شغال مثلا بحب اشتغل في ايه، ما بحبش اشتغل في حوض، بحب اشتغل في تشاط، طش طش اللي هو الكبير دوت، بقوم جايب فيه يعتبر الزريعه الواحده هي بتكبر فيه لوحدها مع بعضها كده. فاغلب الوقت النتي بيفضلوا قاعدين مع بعضهم، الدكوره بعزلهم في ايه، في برطمانات، برطمانات كده تقريبا البرطمان الواحد تقريبا بيدي فرنج 2 لتر الا ربع، 2 لتر في الرينج ده كده، مساحه كويسه، السمكه بتكبر فيها بسرعه. تغيير ميه دوري لازم على السمك طبعا، ده يعني بتخلي السمكه تفوق على طول وتخليها نشيطه، بتفرق معاه في النمو. كل حاجه. تغيير الميه الدوري بيكبر السمكه بسرعه، وغير كده كمان ان هو يعني بتبعد بقى اي مرض ممكن يجي لهم والكلام ده. طيب اظن كده احنا اتكلمنا تقريبا من السمكه من وهي صغيره لحد ما كبرت. طيب خلينا نشوف السؤال مثلا اللي بعديه، لو في اسئله مثلا او احنا حاجه هنبتدي بقى نتكلم. نعرض بقى ونوري الناس بقى ايه على الطبيعة عشان نسهل عليهم. ماشي باذن الله. يلا بينا دلوقتي بقى هنوريكم الفايتر
عند باشمهندس محمد وجماله، تحف يا جماعة يعني ما شاء الله. ما ننساش يا جماعة نذكر اسم ربنا كده، ماشي. دلوقتي بقى هنعرف ايه الانواع دي. يعني الانواع الصراحة انا بالنسبة لي كنت متخيل ان هو هاف مون وكراون، لا طلع في حاجات تحف زي ما انتوا شايفين، زي ما انتوا شايفين مستويات جميلة. يلا دلوقتي هنعرف بقى الانواع وهناخد نبذة كده، وورينا بقى ازاي نفرق بين الدكر والنتاية لايف. طيب الموضوع ببساطة شديدة، الأنواع مثلا اللي موجودة دلوقتي قدامنا، اللي في الوش دهوت الأبيض دهوت ده كاندي، النوع التاني دهوت مالتي كولر، يعني خلينا نقول نيمو بيج، تمام. طيب احنا ازاي بنفرق اصلا ما بين الذكر والانثى؟ مثلا لو انا عندي دهومات انا عارف ان هم مثلا قدامي ذكرين، بس انا ازاي وانا بشتري اعرف ان ده ذكر وده انثى؟ ابسط حاجة دايما الذكر زي ما احنا شايفين كابين في شناتله جامد، عكس النتايه بتبقى حتى نفشتها بتحس ان هي قليله. اذا عارف اللي هي البطنيه بتاعت الذكر بتلاقي ان هي شكل مثلث، النتايه بتبقى شكلها خلينا نقول اللي هو شبه منحرف ترابيزويدال كده شويه. الذكر طبعا بيبقى جسمه انحف شويه والخياشيم بتاعته اكبر، النتايه لا خياشيمها اصغر وجسمها خلينا نقول ان هو مليان شويه عن الذكر. اعتقد ان النتايه بتبقى الزعنفه اللي هي من عند البطن دي بتبقى دائريه، صح؟ يعني لا نازله دائري شويه، بص ولا هي ده عشان بتبقى، بلافمون؟ لا ده الكلام ده في الهاف مون مش في البلاكت. بالنسبه لي انا عامه انا بشتغل في البلاكت بس، وبالحمد لله بحب يعني العب في كله بقى يعني كالوان. يعني عندي بقى مثلا الحمد لله كان عندي فامباير، عندي مثلا حاجات زي هيل بوي، بلو ريم ان شاء الله قريب، افاتارات ان شاء الله قريب، ساموراي وبلاك مامبا قريب باذن الله، الحاجات دي ان شاء الله هننزلها قريب. ويعني انتظرونا بقى ان شاء الله في الحاجات التانية، ممكن نعرض كمان شوية شغل. خلينا بقى نبتدي نحط الشغل التانية. دي مجموعة تانية برضو اخوات التانيين نيمو بيل، زي ما احنا شايفين برضو الدكورة ما شاء الله، يعني الزعنفة بتاعة البطن الشكل اللي احنا عارفينه، الشكل اللي هو المثلث اللي بيميل. كمان في دكورة برضو عشان تعرف ان المستوى مثلا بتاع الذكر ده كويس ولا لا، لازم تكون الزعانف مثلا بتاعة الصدر كاملة، مش بتلاقي ان هي مشرشرة ولا حاجة. الزعنفة بتاعة البطن بتلاقي ان هي كاملة شكلها مثلث كامل، والزعانف بتاعة الديل بتلاقيها تقريبا عاملة 180 درجة، دي اللي احنا بنسميها اللي هي الهاف مون بلاكت. في حاجات بتبقى طبعا معدية ال 180 فاحنا بنسميها الاوفر هاف مون بلاكت. بقى يا جماعة عندنا دكر وانتاية، اللي هيركز شوية هيعرف الفرق بينهم، واستاذ محمد هيتكلم معانا اهو. طيب زي ما احنا شايفين الانثى قدامنا اهي شكلها اسطواني، طبعا دي المفترض ان هي دي كده يعتبر ان هي انتهية كويسة. ليه؟ عشان خاطر الجسم مش مليان، مش يعني تحس ان هي عادي خالص، الذكر ممكن يعصرها ما بيكونش متأزم الموضوع بقى قوي. زي ما احنا شايفين كمان الانثى دهيت معبيه بيض ما شاء الله، العنقود بتاع البيض ده مكانه فين بالظبط؟ زي ما احنا شايفين اللي هو المثلث اللي موجود بعد المعده لحد تقريبا قبل الديل على طول. طيب حاجه كمان مثلا لو انا مش متاكد بالظبط ده ذكر او انثى، الذكر بتلاقي شكله راسه نوعا ما اعرض لكن الجسم انحف، النتايه تحس ان هي دائريه كده، والزعانف بتاعه البطن بتلاقي ان هي شكلها نوعا ما زي ما احنا قلنا ترابيزويدال مش مثلثه شبه الذكر. والذعر بقى، الذعر بتاع الدكر ده بقى حاجة يعني تحس ان هو هينتقم من النتايج. بالظبط. يلا على اللي بعد. دول عندنا ما شاء الله حاجات من الشغل بتاعي الشخصي. عندي هيل بوي، وعندي خلينا نقول اي سي ماسكد فيس، ده هم ما شاء الله عليهم طبعا، ده هم الدكرين. دي بقى دي من الحاجات اللي احنا مثلا بنتكلم عليها اللي هو انا بنقي الدكر ازاي. الدكر لو انا بقى حاجه كمان بقى دي انا كنت لازم اوريها لكم نظري وعملي اتكلم عليها الاثنين.
جسم الذكر اللي هو يعني فارد نفسه على الاخر، بتلاقي ان هو شكله انسيابي، مش بتلاقي ان يعني جسم الذكر واخد منحنى، لا بيبقى انسيابي سلس، مش خلينا نقول ايه، مش مدي كسرة في الظهر. الذكر لو عنده الزعانف البطنية بتاعته طويلة، طبعا ده ميزة كويسة جدا، بتحسن طبعا من المستوى بتاع الذكر و الصحة. طبعا بقى احنا شايفين اهو مثلا ما شاء الله، تلاقي ان الحاجة مش على قد ان هي بتبقى هادية، لا بتلاقي ان هو يعني بيتحرك يمين وشمال، شرس، مش شرس بمعنى كلمة شرس، لا اللي هو طبعا ده الكلام ده بس عشان دوم الدكرين قدام بعض، بس بيبقى مع النتاية نوعا ما بتلاقي ان هو بيرقص الرقصة اللي احنا زي اللي احنا شايفينها دي بالظبط، دي اسمها رقصة التزاوج، او اللي احنا ممكن نتكلم عنها بقى لو هما دكرين قدام بعض، دي رقصة اللي هي خلاص احنا هنتخانق. بس عايزين بس ننوه عن حاجة، باشمهندس محمد لما بيجي يعرض بيعرض في البرطمان دوت أو في العلبة دي، وبعد كده بيرجع تاني السمك على الحواض اللي فيها السخان، عشان في أحد المتابعين قال لك يا جماعة ده الفايتر على طول مهدور حقه ومطلعينه بره من غير سخان ومن غير حاجة. لأ، السمك ما يقدرش يعيش من غير سخان يا جماعة. على الرغم ان ده سمك رئوي وبيعيش في بيئة راكدة، انما لازم السخان. فاحنا بنجيب السمك في العلب دي نعرض، وبعد كده بنرجعه تاني في السخان عشان الجو برد. دي تنويه كده مهم حبينا ننوه عنه. احنا كده خلصنا الحلقة النهاردة ونورنا باشمهندس محمد. عايز اقول لكم حلقة شيقة جدا جدا جدا، انا كبشوي استفدت واستمتعت، وراجل محترم، ويعني انا نفسي بقول له انت راجل متكلم وجميل. يعني انا كنت حاسس ان هو في الاول مكسوف، فلا الصراحه حلقه جميله، ويعتبر غطى كل حاجه عن تفريخ الفايتر من الالف للياء. واللي عنده اي استفسارات يقدر يكتب على القناه، وهيتابع معانا برضو على القناه، وهنسيب لكم رقم التليفون بتاعه، وانتوا شفتوا بعينيكوا عنده مستويات محترمه. ونقول يا جماعه ما شاء الله، ما ننساش ما شاء الله، عشان الناس يا جماعة بتقلق. فإن شاء الله ربنا يوسع عليه كده ويعيش ويعلم الناس ويفيدهم بمعلوماته. يعني هو الراجل كان بيكلمني تعالى بشوي عشان خاطر نفيد الناس ونقدر نوجههم ازاي يفرخوا في فايتر. فإن شاء الله حلقة مفيدة هتتبسطوا منها. اللي عنده أي استفسارات هيكتب في الكومنتات تحت، وعنينا ليكم. انا واستاذ محمد احنا موجودين، وما تنسوش الدعم من لايك وسبسكرايب، وباي باي.